السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. اليوم محاضرتنا راح تكون عن formatting text أو formatting code. يعني أنا عندي فاتح كلاس معينة بالسويفت، حاب أرتب الكود، أشيل الفراغات من بين الأسطر، أرتب الألاينمنت للتكست بحيث يكون مرتب وسهل التعديل، ونطلع على الستركشر للكلاس نفسها، كيف تكون الميثودز الفاريبلز مقسمين واسامي الكلاسز جوا السويفت فايل نفسه. طبعا هذا الشيء نقدر نحققه من نرجع على الاكس كود لنا السامبل بروجكت اللي ضفناه. في المحاضره ما راح اشرح كود سويفت، يعني لسه ما اجينا لهذا الموضوع. في النكست كورس راح يكون في شرح للسويفت بشكل تفصيلي، بس بدي افرجيكم بشكل عام. مثلا انا لو رحت على الفيو كنترولر هاي، تمام، في عندنا فانكشن، في عندنا كلاس، وفي عندنا الامبورت ستيتمنت. تمام، بدي ارتب الكود هذا. اول شيء بدي اغير فيه بحيث انه اعمل له فورمات. نفرض انه انا كتبت كود، مثلا بكتب ملاحظات معينة جوا الكود، مثلا تيست كود نوت ارانجد. تمام، بكتب ملاحظات معينة غير مرتبة جوا الفانكشن بهاي الطريقة. بدي أغير ترتيبها، تمام، بحيث أعملها reformat. طيب نيجي هذا الكود، مثلا هاي الكلاس كمان أزيح شوي زي هيك، كود مش مرتب يعني، بدي أرتبه بطريقة معينة. ممكن في عنا عدة طرق، يا بعمل format للدوكيمنت كاملة اللي هي swift class اللي هي view controller، أو بعمل له selection معين، مثلا بس هذا الفانكشن بدي أرتبه، أو برتب الفايل كامل، او بعمل كوماند A وبرتب السيلكتد كلاس كاملة. هلا لو اجينا على السيلكتد كلاس مثلا هيك، تكبس رايت كليك بالماوس، في عندك هون راح تلاقي خيار فورمات كود، اتوقع في موجود في convert text show finder. طيب ممكن نلاقيها بالإدت منيو أو الكود منيو. خلينا نشوف إيش فينا هون بالإكس كود، تحديثات، إدت، هاي عندنا فورمات بالإدت. تمام، في فورمات تكست. طيب ندور على شيء فورمات كود بشكل عام. ممكن نلاقيها selection code folding. product. طيب احنا ممكن نبحث عنها بالاكس كود، النسخة الجديدة 15. لو ما عرفنا نطلع طريقة الفورمات، اعلمكم طريقة كيف تطلعوها. نروح على البحث، ممكن تسأل تشات جي بي تي. طبعا هذا الموقع الكل صار يعرفه، ما راح اشرح عنه، بس بشكل عام تقدر تسأل سؤال how to format Xcode Swift file. في عنا اكثر من طريقة، الاوتوماتيك فورماتينج هون بيعطينا اختصار، مثلا اللي هو كنترول اي، هاي للسيلكشن، كنترول اي، في كبس اسمها كنترول، ممكن تروح على الاكس كود تعمل سيلكشن مرة ثانية. تمام، تضغط كنترول اي مفروض يعمل فورمات، شايفين، تعمل سيف. طبعا فراغات بامكانك تشيلها بشكل مانيوال اذا ما كنت محتاجها، بس بشكل عام تعمل كوماند اي كنترول اي، في كبس اسمها كنترول على الكيبورد عندك بالماك او اس. فهاي طريقة الفورمات للكود. بدي اشرح شوي بشكل بسيط عن الكومنتس. نلاحظ في عندنا كومنتس هنا، يعني زي ما تحكي كود سنيبست او هنتس او
تايتلز او ديسكريبشن لميثود معينة. طيب كيف نعمل كومنت للكود تبعنا او الكلاس بحيث تكون دوكيومنتد، المبرمج لما يجي يشتغل عليها يفهم هذا الفانكشن لشو، هاي الكلاس لايش. فمثلا انا بدي اشرح عن هاي الكلاس، باجي بكبس backslash star star enter، تمام بيطلع لي، بكتب هنا الكومنت اللي بدي اياه، مثلا description هاي الكلاس about، مثلا بتحكي عن اللي هي view controller، تمام. بس خلينا نحط هنا double backslash دبل باك سلاش view controller to display blueprint. blueprint اللي هي class نفس الاشي، about application home page، طريقة التكست formatting او الكود formatting. راح نيجي نعرف function load next secret، تمام. هاي السكري ممكن تاخد ايش، action button مثلا UI، بعرفه بهاي الطريقة load screen as UI button، تمام بهاي الطريقة بنعرفه بسويفت. طبعا راح اشرح لكم بالتفصيل كيف انا ممكن اكتب سويفت كود لفانكشن جديد، بس احنا بدنا ناخذ اوفر فيو عن الفكره كيف الكومنت للفانكشن. فباجي هنا بدي اكتب وصف عن هذا الفانكشن، بنكمل نكتب باك سلاش ستار ستار انتر ستار ستار، نكتب ات بارامز، تمام. هذا بارامترز اللي هو اسمه لود screen as load screen as UI button to add event listener، تمام to open next screen after home page when I click on the button، تمام. هذا وصف عن هذا الparameters، تمام. بيجي تحتي بتكتب وصف صغير للfunction load next screen function to handle event listener from UI story board، اللي هي الواجهة نفسها اللي بكون في موجود فيها البطن، تمام. هاي الكومنت صغير. هل نقدر نضيف كومنت تحت جوا الفانكشن نفسه، نحكي له define or declare declare new navigation new navigation controller to load next screen. وهنا بتقدر تكتب انت تعرف كنترولر جديد بنقلك على الشاشة الجديدة، وهنا بتقدر تحكي له write your controller implementation here، تمام. بتقدر تحط هنا to do زي to do task implementation for UI controller، تمام. نكتب هذا الطريقة. طبعا هاي كلمة to do يعني ايش اللي انا بدي اعمله في الكلاس، هاي tasks معينة. طبعا زي ما تعلمنا نكتب alt to i، نعمل select للفايل كامل command A alt I command A command I، تمام. عملنا له format
اللي هي كنترول A كنترول I. تمام، كنترول I الفورمات. بنيجي هنا انا مثلا شو اقدر استفيد من التدو، بحيث انه انا اذا بدي ابحث عن تاسكس معينة جوا هاي الكلاس بعمل سيرش كوماندو F، اذا بيطلع لي سيرش بوكس تحت بكتب تدو فبضوي لي اياها بالاصفر، فوين في مكان في تدو في هاي الكلاس راح يضوي عليه في الهايلايت اللون الاصفر هذا، بحيث ان انا اصير اقدر ادور عليها واعمل المهمة تبعتي مثلا تاني يوم تالت يوم بعد اسبوع whatever. فهاي من فوائد الكومنتس بالكود والدوكيومنتيشن للكود. والله يعطيكم العافية.